أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي ومشاهدي قنوات إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير، كل عام وعمان أرضا وأمة وسلطانا بخير وسلام وفرح يملأ الأرجاء. نحييكم من ولاية مسقط بمحافظة مسقط، وتحديدا من مسجد الخور، وننقل لحضراتكم صلاة عيد الفطر المبارك، حيث سيؤدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة العيد، تعظيما لواحدة من شعائر الله، ومشاركة من جلالته أبناء شعبه فرحة العيد السعيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. جلالة سلطان البلاد المفدى في هذه اللحظات يخرج من قصر العلم العامر متوجها إلى مسجد الخور راجلا، حيث المسجد قريب ونكاد نقول ملاصق لقصر العلم العامر، حيث سيؤدي الصلاة هنا. بينما امتلأت قاعة الصلاة بالمصلين الذين سيؤدون الصلاة بمعية جلالته، حيث يؤدي عدد من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة وأصحاب المعالي الوزراء ورئيس مجلسي الدولة والشورى وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى وأصحاب السعادة ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية المعتمدين لدى سلطنة عمان، وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى من محافظة مسقط. يشاركني في هذا النقل زميلي سعيد العمري. شكرا محمد، ومرحبا بكم مستمعينا
ومشاهدينا الكرام، متابعينا عبر أثير إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، وإذ تبدو لنا الإطلالة السامية الكريمة في هذه اللحظات، يرافق جلالة السلطان المعظم نجلاه صاحب السمو ذي يزن بن هيثم آل سعيد والسيد بلعرب بن هيثم آل سعيد. لندعو الله تعالى أن يبارك هذه الخطى ويسددها إلى الخير، ويحيط جلالته برعايته وعنايته، وأن يوفقه في إدارة شؤون البلاد، وأن نكون دائما عونا له وسندا في مثل هذه المناسبات. يرسخ جلالة السلطان المعظم عزه الله قيما أصيلة أساسها ديننا الحنيف، حيث تتجسد علاقة الود والمحبة بين الحاكم والمحكوم. في هذه اللحظات المباركة يدخل مولانا جلالة السلطان المعظم إلى الساحة الداخلية لمسجد الخور لأداء صلاة عيد الفطر المبارك. صلاة العيد جامعة. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ما تنزلت من فضله البركات. الله أكبر ما تلفطفت بيمنه المهمات. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله جلت أسماؤه وصفاته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وأهل بيته ومن اقتفى آثارهم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانًا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها المؤمنون، تجمل القلوب بمقادير الخير فتفتح لها عوائد الإكرام، وحين تجول العقول بين اختلاف الأحوال تجد في الحياة زينة تدعو لحسن الأعمال. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ومن كرم المنان أن يسر لنا صيام رمضان، وها نحن بفضله المديد نفرح بعيد الفطر السعيد، وما هي إلا فترة، ويحل موسم الحج والإقبال، فتكون معه حميد الفعال، وهكذا تستمر مواسم الطاعات، ويظل الإنسان في قربى من ربه وذكرى ونعمة وثواب وبركات. وإذا تدبرنا آيات الأمر بالصيام فقد جاء بعدها قول الحق تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تأكيد على أن الدين يسر ورحمة، ودين سعادة وانشراح، والعبادات وسطية وتسهيل. وبهذا الوعي تتوازن في نفس المؤمن الأعمال فلا يغلو، ويسترشد في سلوكه بالرحمة فلا يتطرف، وينشد التقوى فلا يضل ولا يشقى. وفي القرآن العظيم: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. أيها المسلمون، لسنا في هذا العالم وحدنا، بل يتفاعل معه أمم وشعوب كثيرة من غيرنا، نختلف معها وتختلف عنا، نشترك معها في مصالحنا أو نتقاطع. والحكمة تقتضي الثبات على مبدأ الإحسان، والتعايش مع من حولنا بكرامة وسلام، وأن نتعامل مع العالم
لا أن نخاف منه، ونشاركه أخلاقنا وحضارتنا لا أن نخيفه، فهذا نهج القرآن الحكيم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولهذا التعامل مع العالم الواسع بعدان ومقتضيان: بعد في النفس حول هوية العمل والعدل والأخلاق، وبعد مع الآخر بانتمائنا الإنساني والإسهام، إسهام المعرفة والتعارف والاعتراف. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. لقد وفق الله تعالى بلدنا عمان توارد أقدار الخير فيها من نعم سابغة وأمان واستقرار وتنمية وازدهار. هي عمان نالت شرف مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة منه إليها تحمل الخير والبشرى والسلام، دعوات موصولة وثناء مستمر. فلله الحمد، فلله الحمد والشكر على فضله وعظيم إحسانه. ومع هذه المنن والنعم والشكر عليها، ما بقي العمانيون في جاذبية الماضي، بل انطلقوا منه إلى بناء الحاضر واستشراف المستقبل وتحويل الأمنيات إلى واقع وممارسات، وجعلوا الأفكار مقومات للنمو والازدهار من تنمية شاملة واقتصاد مستقر وشعب متماسك وأرض طيبة وعلاقات متينة وتمكين للشباب وتقدير لمكانة المرأة. فاللهم لك الحمد والشكر والثناء. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم إنا نسألك فضلك وعطاءك رزقا طيبا مباركا. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيد بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم انصر سلطاننا بمقادير النصر، وأيده بفتوحات الخير، واجعل هذا البلد في عين حفظك، وسلمه من كل مكروه، ومن عليه بالأمن والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لكل من آمن بك، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. خطبة العيد التي استهلها الإمام بتكبيرات العيد والثناء والحمد لله تعالى والصلاة والسلام على صحابته، منوها بتقوى الله جلالته، الآن يتوجه إلى قصر العلم العامر، بينما تطلق المدفعية 21 طلقة تحية لجلالته. تحدث إمام المصلين عن حسن الأعمال وكرم الله وتيسيره في صيام رمضان، وعن فرحة العيد السعيد وما يليه من مواسم الحج ومواسم الطاعات، تقربا إلى الله وتدبر آيات الصيام وما بعدها والحكمة منها، مؤكدا على يسر الدين الإسلامي ووسطيته، والاسترشاد بعدم التطرف حتى لا يضل المسلم ولا يشقى، مذكرا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، والتحذير من الغلو في الدين، كما أكد على تفاعلنا مع العالم والمشتركات مع هذا العالم
وأهمية التعايش مع الآخر وعدم الخوف من الآخر، مذكرا بالإعراض عن اللغو كما تحدث عن أبعاد التعامل مع الآخر بالنفس وبالإسهام في المجتمع الإنساني. تحدث إمام المصلين أيضا عن توفيق الله لعمان بالأمان والاستقرار والتنمية، وشرف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمان وشكر الله على هذه النعم، متحدثا أيضا عن انطلاق العماني للحاضر والمستقبل وعن مقومات التنمية الشاملة والعلاقات الجيدة، ممتدحا الشباب والمرأة العمانية، مختتما الخطبة بالدعاء إلى الله تعالى ببركات السماء وخيرات الأرض، وأن يحفظ عمان وسلطانها، وأن يسدد خطاه وينصره ويفتح له الخير ويجعل عمان في عين حفظه تبارك وتعالى. هذه ملامح سريعة لما جاء في خطبة العيد. جلالته في طريقه إلى قصر العلم العامر من حيث أتى قبل الصلاة، متوجها إلى المنصة المخصصة التي سيعتليها جلالته بعد قليل، حيث سيعزف السلام السلطاني. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، لا يزال جلالة السلطان المعظم في طريقه إلى منصة الشرف لعزف السلام السلطاني، وبعد أن أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالته. إذن جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يعتلي منصة الشرف. سلام لجلالة السلطان هيثم المعظم. توقف. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وبعد أن أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالته وعزفت الموسيقى السلام السلطاني، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذا النقل الحي المباشر، حيث أدى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام بمسجد الخور بمسقط. نسأله تعالى أن يحفظ جلالته ويديم عليه الصحة والسعادة ويمد في عمره
ويحيطه برعايته وعنايته، ويعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها، وعلى الشعب العماني والأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير. وأنت المعظم سلطانها، وهذي عمان بكم تهتدي. ومن نهضة في مسار العلا إلى رفعة في ذرى الفرقد، سنعلو وقائدنا هيثم كريم الأماجد والمحتدي. همام تمثل فيه الوفا وريث السلاطين من أحمد. على عزة سرورا بمقدمك الأمجد، أتتك